السلام عليكم اصدقائي عقاد عالم فيديوهات القصيره. جاناكم فيديو جديد اليوم اصدقائي. راح اقول لكم بداياتي باليوتيوب شلون كانت ها وش شلون صارت، وان شاء الله مستقبلا بعد يجوز نسوي في المقطع على هالشغلات هسه قاعد اسويها يجوز. اول شيء اصدقائي قبل هالقنوات كلها اللي سويتها، سويت قناه اصدقائي اسمها الموسوعه الذهبيه عالم فيديوهات الانمي. هالقناه اول قناه سويتها بحياتي باليوتيوب، سويتها بالشهر الثالث في سنة 2019، كانت هي آخر سنة إلي بالكلية، رابع كلية، ها؟ فعجبنا نسوي قناة باليوتيوب، حصلون تتابع قنوات هواي باليوتيوب، فعجبنا نسوي القناة، فسويت بيها فيديوهات عن الأنمي شغلات، أنا كنت ما أعرف كل شيء عن قوانين يوتيوب، أنزل. ظلت استمرت القناة 2019 2020 ما كان بيها وايد مشترك، يعني ما بيها حتى 100 مشترك، لحد 2021 وصلت تقريباً توصل 1000 مشترك 700 وما أدري قد، بالشهر الثامن يوتيوب مسحها. بسبب نزل فيديو عن زاك ذا كينج اوف ماجيك، هذا زاك يسمى ملك الخدع على جانب، فهذا ثلاث فيديوهات كنت منزل عليه، هو سوالي ثلاث بلاغات وطير القناه. ها اصدقائي هاي اول قناه راحت علي. بعدين بشتى الشهر الثامن في سنه 2019 2021 قصدي، يعني بعد ما سنتين شغل كامل تعب راحت علي، عجبنا اسوي قنوات جديده، والمره قلت ما اسوي قناه واحده، عمود اذا يوتيوب طير لي قناه انا عندي غيره. ها وهم قلت على مود يعني فيدي بواي شغلات اقدر انزل محتويات اللي احبها باي قناه تعجبني. ها فسويت ثمان قنوات، هم مسوعه ذهبيه من جديد، هل مسوعه ذهبيه الثانيه طارت، مسوعه ذهبيه الثالثه هم طارت، مسوعه ذهبيه الرابعه ذيك نسيت اليوزر مالتها وموجوده هسه تلقوها، بس بيها يمكن راح توصل 1000 مشترك، بس انا اصلا ما اقدر ارجع عليها، يعني بيها كم فيديو مخالف، وهاي حكي بتنزل 2021 كنت منزلها. ها موسوعة ذهبية الخامسة موجودة هسه عندي، خامس موسوعة قناة الموسوعة الذهبية، فالمهم عوضك من الموسوعة الذهبية اصلا ما مهتم بها هسه القناة حاليا. قناة عام فيديوهات القصيرة بلشت بها من شهر 12 سنة 2022، نهاية السنة 2022 يعني لحد سنة 2023 يعني 2021 شهر 12 2021 نهاية السنة سويتها بالشهر 12، يعني وقت صار لها سنتين تقريبا على القناه. ها اما قناه عالم العاب الاسطوريه سويتها اقدم عنده بالشهر الثامن سنه 2021، قبل هاي القناه باربع اشهر. ها فعلا ما قناه غلبتها، لان فيديوهات الشورت اما سووها مميزه اليوتيوب ففادتني من ناحيه المشتركين من ناحيه المشاهدات وسوالف، بس طبعا كل ما واحد يتقدم بيوتيوب يعرف شغلات، مثلا انه شغلات اكو ناس ما تحبها، اكو شغلات تحبها، اكو شغلات ممكن غلط يسوي مثلا، واحد من الشغلات الغلط اللي كنت اسويها ما ادخل على قنوات بداياتي باليوتيوب هالحكي، يعني حكي قبل كم سنه كنت ادخل على قنوات مثلا يقول اشترك بقناه، شلون هسه اكو ناس يسووها هسه الناس، فانا نصحت لكم اصدقائي هالغلط اللي قاعد اسويها، مثلا اول شيء فيديوهات بها حقوق طابع ونشر مخالف سياسات اليوتيوب، فما انصحكم تسوون هيك فيديوهات، انا فيديو مو بس اذا اردت اسويه مثلا مجرد اقول لكم مواقف صارت عندي قبل مثلا بيوتيوب وهالسوالف. ثاني شيء اصدقائي هم تي تنتقد، اذا في حالة انت تسوي محتوى انتقاد دير بالك من عنده، لان محتوى الانتقاد يجي لك مسبات من كل مكان، اذا تنتقد مثلا مو تنتقد لك شغله، مثلا تنتقد لك شخص مثلا بيوتيوب او شخص مثلا بالواقع او في الشيء او هاي، انا ياما جاي لي مسبات عمود شغله مثلا تافهه مثلا منتقدها اني، فهاي الشغله التافهه ممكن اكو ناس يحبوها ممكن، ها حتى لو انا انتقادي منطقي، بس الناس ما العراقيين او المجتمع العربي خصوصا العراقيين ما يتقبلون الانتقاد نهائيا، يعني اذا قلت له مثلا اللون البلوز اللون احمر مو خوش لون ما حلو، هو يحب البلوز اللون الاحمر راح يقول لك شنو هذا ذوقك زفت ما شنو، ها اذا تقول له جيجاير مو زينه مثلا ما يصير تدخين، اقول لك انت شنو ما عم تعلمني اشرب ما شنو، ها مدرس جالي قال لي تدخين، قلت له لا استاذ ما ادخن، ها انا مو مدرس هسه حاليا، حكي قبل كم يوم كباحه اخر يوم كان من الامتحانات وبعد بقونا اضافي وقت اضافي بقونا، فالمهم قال لي دخن، قلت له لا ما ادخن، قال لي ليش زين عادي دخن، قلت له بكيفك، قال لي لا انصحني بهالشيء، انت شكون مرتك انا انصحك ابو بالاربع سنه يدني انا انصحك، او اذا انت تدري مضار التدخين شيء مو زين او فشي ليش تدخن مثلا، عفكم على الموضوع انا ما كنت اسوي فيديو نصائح او فشي، بس انا نصائح بس على اليوتيوب انا احكي. بالنسبه لليوتيوب اصدقائي اول شيء من ناحيه الفلوس، اذا تقول انا اسوي قناه عم احصل فلوس اصير زنجيل وما شنو هاي من انا رمزي اذا طلع فلوس من اليوتيوب، هاي حكي بعد ما توصل 5 مليون مليون هيك، يعني مثل ذول القنوات الطاقه ذاك الوقت تقول اي اطلع فلوس، بس هسه حاليا
ولا فلس لحد الان ما محقق ولا قناه معدن الربح ولا واحده معدن، ها ولا فلس ما طلع. الشيء الوحيد قاعد يفيدني اليوتيوب هسه حاليا اول شيء التفاعل وياكم، يعني ناس شلون اقول يشجعوني على شغلات. اصلا انا سويت اليوتيوب اصدقائي من اجل الاهتمام، يعني اكو ناس يهتمون بك مثلا يعني يتفقون ارائك شغلات على مود هذا السالفه. سويت اليوتيوب لا على مود الفلوس لا على مود الشهره ولا على مود اي واحده من ذني، ها ف صحيح ايضا تحصل شيء ايجابي انه ناس مثلا تدعمك بقراراتك تدعمك بشغلاتك، بس نفس الوقت تحصل اشياء سلبيه ممكن ناس تحبطك تسبك تغلط عليك تقلد عليك. فلازم انت تكون اذا تقدر تتحمل ناس تغلط عليك تقلد عليك فلان شيء ممكن تنتقدك، يعني بدايتك انت ما راح تصير بروفيشنال بالبدايه. حتى سأنا لحد الان مو بروفيشنال، يعني اكو ناس هواي احسن من عندي باليوتيوب، مئات الناس احسن من عندي، حتى ذول الناس اللي احسن من عندي اكو احسن من عندهم، حتى ذول اللي احسن من عندهم اكو احسن من عندهم. ف ما تقدر تقول انت احسن واحد بالعالم، ماكو شيء، ها؟ فالمهم اصدقائي اكو ناس تقيس من ناحيه الارقام، مثلا انت عندك 1000 مشترك وذاك عنده مليون مشترك. ذاك ابو مليون مشترك يا ابو ما احسن من ابو 1000 مشترك. ها؟ مع العلم اصدقائي انا وجهه نظري مو هيك، وجهه نظري انه الشخص حسب محتوى مالته، اذا المحتوى مالته حلو ما بيه اشياء غلط وسمو ما بيه فشلات يعني مو زينه او اشارات يتعلم ناس شغلات غلط وفلان شيء، ما بمحتوى فشلات غلط لا يعني فشلات يعني مو يعني محتوى حلو وواحد يتابعه وفلان شيء اراءه حلوه وشغلاتها، فهذا يمي احسن من قناه عندها 100 مليون مشترك، احسن حتى من مستر بيست. مستر بيست مو اكثر يوتيوبر مشهور بالعالم، فوق ال 150 ما قد عنده، ما حيصيروا 150 مليون ما قد، حتى لو عنده مليار مشترك انا ما متابع مستر بيست، انا اتابع هذا الشخص ابو ال 1000 مشترك او ابو ال 10 مشتركين. ليش؟ لان هذا ابو ال 10 مشتركين عجبني محتوى اكثر من مستر بيست. هسه حتقول ليش مستر بيست محتوى احلى وقاعد يصرف فلوس وفلان شيء وهاي، مستر بيست ما محدد لك كاركتر خاص بي، يعني ما قاعد يعطيك الحقيقه بالته، حاول ما يعطي شخصيه نفسه بالفيديوهات، يعني بصوره عامه يعني مجرد على مود ما ينتقدوا الناس، ها لسبب يعني خفه شخصيته سواء بس محتوى ترفيهي على مود لان مئات الاف الناس يتابعوه، على مود يقدر يخلي الناس كلها ترضى عليه، كل الاصناف مليارات البشر اكو، فما يعطى رايه باي شيء، ها يعني باي شيء ما يعطي رايه، فهالسبب ما عنده يعني فد اراء معينه. فاحس نفسي ما قاعد اتابع يوتيوبر، احس نفسي قاعد اتابع شخص شلون نقول كانه برنامج تلفزيوني هيك، يعني ما ممثل كانه ممثل. ما تخيل عادل امام سوى له قناه، مثلا قناه عادل امام مو احسن ممثل بالعالم يعتبر بالعالم العربي مثلا. عادل امام انا متابعه كممثل وليس كشخص، يعني كشخص حقيقي، يعني ممكن شخصيته الحقيقيه ما تهمني بس كتمثيل. مستر بيست نفس الشيء، ممكن اذا تابعه كتمثيل كشغلات يطلع لك اياها مو كشخص هو مستر بيست نفسه، عكس اليوتيوبر البقيه ممكن تتابعهم كشخصهم يعني الكاركتر مالتهم اللي يقدموه باليوتيوب. مثلا انا قاعد اقدم لك محتوى مثلا اغرب المواقف اللي واجهتني بالمحل، قاعد اقدم لك فلان شيء، قاعد اقدم لك مشاكل ممكن صارت وياي شغلات، فراح تتفاعلون وياي يعني تعرفون شغلات عني فلان شيء، يعني ممكن تعرفون شغلات معينه حتى لو مو خصوصيه مو كل شيء واحد يقول، بس مثلا مثال احكي يعني ممكن اقول اراي مثلا على الكيبورد، اقول اراي على الانمي، اقول اراي على المسلسلات، اقول اراي على اليوتيوبر، فيعني ممكن تعرفون عندي راي خاص بشغلات معينه، اشياء ما احبها اشياء احبها، عكس بعض اليوتيوبر تحسهم على بالك يعني ما عندهم اراء بيجي شغلات، ما عنده راي باي شيء، ها؟ بس المحتوى عباك ترفيهي وخلاص. هاي يوتيوبر انا ما احبه اصدقائي. لهذا السبب انا اذا اقول لك ممكن يوتيوبر عنده 100 مشترك اتابعه احسن من يوتيوبر عنده مليون مشترك، 100 مليون مشترك، مليار مشترك. لان هذا اليوتيوبر ابو ال 100 مشترك قاعد يقدم لي محتوى عجبني، ها؟ وشغله انا اهتم بيها، ها؟ عكس ابو المليون مشترك مليار مشترك يجوز يقدم محتوى عن المكياج، انا شو العلاقه بالمكياج؟ جابني يعني بنيه قابل. فهذا يوتيوبر ما يهمني محتوى، هذا يهمني محتوى. ونفس الوقت مو معناته ذاك محتوى ما حلو، بس اكو ناس تحب هيجي محتوى يروحوا له. هيجي يعني مثلا محتوى مال اطفال، انا قابل طفل راح اتابعه وعنده مليار مشترك، مثلا قناه شفا اللي عندها ما فت ما ادري وصلت فوق ال 30 مليون مشترك، هل يا ترى يعني عندها 30 مليون مشترك معناتها احسن قناه باليوتيوب؟ لا. بالاطفال يجوز كانت فاهم غلط، بس مثال احكي لك. يعني اكو ناس يتخذون الارقام هي يعني مشتركين يوتيوب مثلا تاخذوها كارقام، واكبر غلط اصدقائي، يعني مثلا انت شفت لك يوتيوبر عنده مليون مشترك ومحتواه كله مو زين، هل تعتبره احسن من يوتيوبر عنده 1000 مشترك بس محتواه كله زين؟
اذا تتبع على ارقام مثلا مريه راقصه او مغنيه او لابسه بلوز مو زين، واحد يتقدم محتوى مو زين وعندهم 1000 100 مليون مشترك، هل يا ترى تعتبر احسن من واحد عنده 1000 مشترك بس يقدم محتوى زين ومفيد؟ وهاي اذا تعتبر على ارقام معناتها على حد شكل ارقام احسن، ها؟ فهذا ابو المليون مشترك المفروض هذا افضل من ابو الالف مشترك، وهو غلط. ذولا يتابعوه ناس يتدورون شغلات مو زينه، ها؟ اما ذاك ابو الالف مشترك ناس محترمين متابعيه، يعني حتى محتواه ويقدمهم هاي. اكو نصيحه لاصدقائي بدي اقول لكم اياها، انا واجهتها بصوره عامه، اذا ردت تسوي اعلان لنفسك او شغلات او اي طريقه معينه حتى لو ملتويه بس الناس تشترك بقناتك، اشترك القناتي ارجوك فلان شيء، انا ارد لك الاشتراك واتمنى تشترك، اتمنى ادعم اليد الذي تنتعمني ماشين رزقا لا ينتهي، ادعو لك دعاء على الاشتراك، ها؟ فبصوره عامه اذا انت من هيجي نوع وتدور مشتركين بس مشتركين بس مو مشتركون بقناتك، راح تحصل مشتركين ما متفاعلين بقناتك، وانا جربتها بقناه من قنواتي مشتركين ما يتابعون محتواك بس يشتركون وخلص. هسه بيوتيوب هاي عنده 111 مليون مشترك، وايد مشتركين اشتركوا بقناته، ثلاث ارباعهم ما قاعد يتابعون المحتوى. عنده يعني اعلى فيديو 5 مليون مشترك بالفيديوهات الاخيره ينزلها، مع العلم هو 111 مليون مشترك، يعني قناته دمرت بصوره عامه، ها؟ فانت كشخص اذا عندك مليون مشترك وهاي المليون كلهم ما يتابعون فيديوهاتك، شنو فائده المليون مشترك؟ بس رقم؟ انا عندي 1000 مشترك مثلا وانت عندك مليون مشترك، هاي 1000 مشترك كلهم يتابعون محتواي وانت مليون مشترك ولا واحد ما يتابع محتواك، شنو فائده المليون؟ بس اعرف. مثل قناتي يوتاكو تنين اعظم اكثر مشتركين المشتركين بيها ما حد بيتابع محتواي، ها؟ لان تركوا عمود محتوى انمي كنت انزله، وبعدين وراها قمت انزل على غير شغلات هم انمي بس يعني شغلات اخرى شروحات وشغلات وهاي، فذاك ما قام يهتمون محتوى انا في شغله محتوى، فقام بس مشتركين بالاسم ماكو يعني ما يتابعوني. حتى قناه علي تي في بدايه تنزل على محتوى انتقاد وقام واينت ناس تابعني وعندي فوق 1000 مشترك بيها صرت، بس وراها غيرت محتواي قمت انزل محتوى منوع فنقبوا صارت فيديوهات مالتي عباره عن 30 40 مشاهده على كل فيديو، عكس ما قبل كنت اوصل 1000 مشاهده مثلا على فيديوهات 500 هيجي. سبب انه غيرت محتواي، هاي الشغله ممكن غلط غلط واحد يسويها، مثلا محتواك في نوعيه معينه وغيرت المحتوى مالتك ممكن ذول يشتركوا عمود هذا المحتوى بعد ما راح يتابعوك، ها؟ وانا مجربها اصدقائي، مثلا قنواتي مع العاب عالم العاب اسطوريه اشتركوا وايد مشتركين اشتركوا وياي من عمود الشروحات، هسه قمت ما انزل شروحات بس تقديمات العاب، فالناس ما قاعد تهتم بشي محتوى، محتوى قنوات اللي اشتركوا بها قنوات عالم العاب اسطوريه ما مهتم بشي نوع محتوى. تقريبا اصدقائي يعني بصوره عامه من نصائحي انه حاول تسوي فيديوهات مخالفه لسياسه اليوتيوب، بنفس الوقت حاول تسوي فيديوهات انت تحبها، يعني لا تسوي فيديوهات يعني شلح وعبر، ها؟ وانت شوي شوي تتطور، كل فيديو سوي احسن من اللي قبله. من ناحيه الصوت وناحيه الفيديو، اذا تقول انت وين جاي تنصحنا وانت بعدك ما تسوي لي صور مصغره فلاش، انا قبل شو اسوي صور مصغره واسولف، انت اذا تريد عندك مجال تسوي، انا مثلا ما عندي مجال، عندي محل عندي وايد شغلات، فيا بد الوقت الفراغ عندي اسوي اكثر من قناه عندي انزل بيها، ها؟ ولا تبلش بعشر قنوات، عادي بلش بقناه واحده ما بيها شيء، ولا اشتهرت تقدر تسوي قناه ثانيه تقول لهم اشتركوا بيها مثلا قناه مال جيمنج. حاول تسوي محتوى انت تحبه، ليش؟ لان اذا سويت محتوى ما تحبه ما راح تستمر به وما راح تبدع به. اصدقائي تقريبا وحاول اصدقائي اذا تريد تظهر بنفسك حاول تتحمل عواقب ظهورك بنفسك، انا ما اظهر بنفسي بصوره عامه لان ممكن بعد ما عليك خصوصيه بعد. لا تشترك اصدقائي بالقناه وفعلوا جرسكم كل جديد.